فإن يلتحق بنا الآن على المباشر عبد الرزاق بالحاج. أهلا بك عبد الرزاق وبضيوفك الكرام، تفضل. نعم، أهلا بك هاجر. شكرا هاجر. مشاهدينا الكريم، دائما نتواصل معكم في هذا البث المباشر من قلب الصالون الدولي للكتاب حتى نقربكم أكثر وأكثر من صناع المشهد الثقافي وصناع الطبعة العشرين. الصالون الدولي للكتاب في طبعته العشرين. أولا قبل أن أبدأ في سرد أخباري الثقافية، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي الأكارم من الجزائر. ميلود يبرير كاتب جزائري وكذلك هو حاصل على جائزة الشارقة للإبداع المرتبة الأولى. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. نعم، شكرا لك. كذلك اسمحوا لي، قلت في الجزائر لأنه في كذلك ضيفي من تونس الكاتب والروائي الناقد كمال الرياحي. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل المشاهدين. نعم. طيب مشاهدينا الكرام، قبل ربما أن نبدأ في حوارنا مع ضيوفنا الكرام، أود أن أسرد بعض الأخبار الثقافية. دائما مع الحداثة طبعا العشرين صالون الدولي للكتاب، أين يشتكي العديد من الزوار الذين يتوافدون يوميا على هذه الطبعة من العديد من المشاكل، ربما أبرزها دخولهم في دوامة عند بحثهم على دار نشر معينة، فربما الاتجاهات التي من الأجدر أن تقود الزائر إلى المكان أو الهدف الذي يريد أن يصل إليه تدخله في دوامة تجعله لا يصل إلى الهدف الذي يبحث عنه. نتابع التفاصيل في هذا التقرير مع أمل رحال ثم نعود. يمكن أن نقول إن هذه الطبعة حملت مؤشرات النجاح المبكر، وهذا ما نأمل أن يكون دائما في الطبعات القادمة إن شاء الله. هي تطمينات المسؤول الأول عن قطاع الثقافة عز الدين مهوبي بخصوص سير الطبعة العشرين من الصالون الدولي للكتابة، إلا أن حال الصالون غير ذلك، فالعراقيل والنقائص التي طالته كبيرة وعلى رأسها غياب لافتات الإرشاد والتوجيه. لقيت شوية صعوبة تجي نحوس مثلا على دار النشر، كل واحد يبعثني لواحد آخر، وكاين دار النشر نروح لهم ما كانش أرقام واسم معين. توجهنا إلى دور نشر في المعرض لا تحمل ترقيما، حيث أن أصحابها لا يهتمون لهذا المشكل، والصور التي تشاهدونها تؤكد ذلك. ما كانش ترقيم، ما محوس، جيت هنا في هذه هنا وسمو هذا البلاينغ، هذا بلاينغ كاين يقول لك ترقيم، بغيتك تروح وسمو ما تلقاش، تسمى تلقى صعوبة، تتولي تتحوس تسقسي، تسمى شوية ديفيسيل. زائر يتخبط فيما يشبه المتاهة لإيجاد مواقع دور نشر بسبب أمور تنظيمية بسيطة وغير مكلفة نستها أو تناستها الجهات المنظمة للصالون. إذا مشاهدينا الكرام، بعدما تابعنا التقرير نعود ونرحب بضيوفنا الكرام. أود أن أبدأ بضيفنا من تونس الذي جاءنا وهو محمل روايته الأخيرة بعنوان عاشقة الندل، هكذا اختار الكاتب أن يسمي روايته. سيدي الكريم، إذا كان بالإمكان أولا، كيف لقيتم الطبعة العشرين صالون الدولي للكتاب، وهل هي الزيارة الأولى أم سبق لكم أن زرتم الصالون؟ أولا نشكرهم يعني المنظمين على هذه الدعوة لحضور معرض الجزائر، معرض الكتاب الجزائر. وطبعا زرت الجزائر، أنا صديق للكتاب الجزائريين وللجزائر، وأقمت فيها مدة، يعني اشتغلت في الجزائر لمدة سنة، وإذا أعرف الجزائر جيدا. من يعني أنت ابن الجزائر؟ طبعا، ممكن أعرف حتى مدن لا يعرفها الجزائريين مثل بشار التي أعرفها جيدا بحكم الجزائريين يعرفون بشار أو يعرفها في الخريطة. إذا فقط لكي أوضح الصورة، أنه بشار في كل سنة يعني تقوم مهرجان كبير اسمه، لا يحضرني المهرجان، لكن الكثير، نعم الكثير من العاصميين وغير العاصميين يتحولون إلى بشار. طيب، ممتاز. فإذا أنا موجود هنا في إطار تقديم مداخلة حول في محور حول الواقع متخيلا، أقدمها غدا على الساعة الرابعة
وطبعا احضر ل يعني تفاعل مع هذا معرض الكتاب والمنشورات الجديده، وبحكم عملي كاعلامي ايضا بالتلفزيون التونسي فمهم اني اطلع على الاعمال الجديده والتقي بالكتاب الجزائريين. فقط اوضح لي المشاهد الكريم ان ضيفي كذلك اعلامي يملك برنامجا مخصص للكتابه للكلمه ولكل المبدعين بتونس، وكذلك ضيفي مهووس بما يكتبه الجزائريين من رواية، كونه ناقد يقدم ربما كل رواية جزائرية يقدم لها نقدة بطريقة خاصة. حدثنا عن هذه التجربة ولماذا دائما الرواية الجزائرية تستهويك أكثر؟ طبعا لا، هو ليس هوس في الحقيقة، ليس هوس إنما اهتمام، اهتمامك بشكل كبير بالمنجز الروائي الجزائري بحكم، وهذا يعود إلى سيرتي الذاتية أساسا، لأنه بدأت علاقتي بالجزائر وأنا في المرحلة الثانوية، وكنت يعني أذهب إلى وجدة وأهرب الملابس من وجدة بالمغرب وأمر على الجزائر، ويعني بعد أن وصلت إلى الجامعة يعني شعرت بأن هناك دينا ربما لابد أن أقدمه للجزائر تعويضا عن تلك السنوات التي قضيتها التي كنت أمر بها مهربا للملابس. وكنت طبعا أشتغل هذا العمل لكي أواصل الدراسة، فانشغلت فعلا وأعجبت بالتجربة الروائية الجزائرية المكتوبة بالعربية أولا، وبدأت الاشتغال انطلاقا من أعمال وسيني الأعرج الروائية وأعمال أخرى. طبعا هذا الكتاب هو حواري بيني وبين وسيني الأعرج، لكني أصدرت كتابا آخر، كتاب أكاديمي في أكثر من 300 صفحة تقريبا حول الكتابة الروائية عند وسيني الأعرج. ما طبعا اهتممت بأصوات ربما أصوات جديدة في فترة من الفترات، في 2001 كان الروائي عمارة لخوص المقيم بإيطاليا ثم الآن المقيم بنيويورك كان يعني غير معروف في المشهد الروائي العربي، فقدمت هذه التجربة إلى المشارقة لأني أنا كنت أشتغل بالصحافة العربية، وطبعا واصل هذا الاهتمام ومعجب بأعمال حبيب السايح أيضا روائي مهم جدا في الجزائر والآن يخوض تجربة عربية لافتة. نعم شكرا. أتحول إلى ضيفي كذلك ميلود يبرير. أولا في البداية قبل أن أحيل لك الكلمة لتجيبني على سؤالي، أولا دعني أهنئك على حصولك على الجائزة الأولى في مسابقة الشارقة للإبداع، وكيف جاءت، كيف تقبلتم هذه الجائزة؟ كانت متوقعة ميلود؟ أولا الله يبارك فيك ويعطيك ألف صحة. ثانيا دعني أوضح أنه الجائزة التي حصلت عليها في الشارقة هي الجائزة المرتبة، والمرتبة التي حصلت عليها هي المرتبة الثالثة وليست الأولى، رغم أني لا أؤمن تماما بهذا التراتبية التي تقيمها الجوائز، يعني هي تراتبية خاضعة لسياقات عدة، منها سياقات الزمن، سياقات الجغرافيا، سياقات أذواق لجنة التحكيم، ولا يمكن أبدا أن نرتب الأعمال الأدبية بهذا الشكل. ثانيا أنا كنت مبتهج جدا لأني حصلت على جائزة والتقيت بالكتاب. كنت متوقع ميلود؟ كنت متوقع؟ أعتقد أنه توقعت الفوز، وإلا لما كنت ترشحت أصلا للجائزة، لهذا كنت مبتهج بالفوز، لكن مبتهج أيضا بلقاء مبدعين في الفضاء الثقافي العربي من مصر، من سوريا، من تونس، من اليمن ومن السودان، وفي نفس الوقت ربما تتويج للجزائر، ربما مبدعيها يشاركون في مثل هذه الجائزات ربما التي مشهورة في الوطن العربي. عندما يحصل مبدع جزائري على المركز الأول فهذا فخر للجزائر وكل الجزائريين. فقط أوضح الرواية التي فاز بها ضيفي الكريم جنوب الملح، هي رواية طبعا جاب فيها ضيفنا الكريم ببطل الرواية اسمه مصباح وهو مصور فوتوغرافي. ربما ميلود سيعطينا أكثر تفاصيل عن هذه الرواية التي فازت بجائزة الشارقة للأدب.
اعتقد انه صعب كثيرا على روائي ان يلخص روايته، لانه مظاهر الكتابه الروائيه كثيره، يعني الحكايه ما هي الا عنصر من عناصر الكتابه الروائيه. لكن اذا اردت ان اقول شيئا ما، ساقول انه الكتاب جنوب الملح تتناول مصير فرد جزائري، إنسان جزائري بسيط أنتجته السياسات المتلاحقة للجزائر منذ سنة 1962، تاريخ استقلال الجزائر إلى يومنا هذا، عبر سرد حكاية الأب مصباح اللي كان مناضل شيوعي وجد مصباح. عفوا على المقاطعة، تأسف طبعا لضيفك الكريم، عفوا لسيد ميلود. نعم استسمحه يعني في الواقع لأنه تعرف طبيعة البث المباشر. نرفع الآن، سنعود لك بعد قليل عبد الرزاق طبعا لمواصلة الحديث مع الكاتبة الجزائري ميلود ربرير وكذلك سيد كمال لرياحي كاتب تونسي. مشاهدينا الكرام، نرفع أولا على مسامعكم أذان المغرب للجزائر العاصمة وكذلك ضواحيها، وبعدها فاصل إشهاري ثم نعود إلى صنوبر البحري وعبد الرزاق بالحج. إذا نعود مشاهدينا من جديد لاستكمال ما تبقى من هذه 90 دقيقة أخبار، عودة كذلك إلى تغطيتنا الخاصة والمباشرة للصالون الدولي للكتاب أين يعود ويلتحق بنا مرة أخرى عبد الرزاق بلحاج وضيفيه الكاتب الجزائري ميلود ربرير وكمال لرياحي الكاتب التونسي. واصل ما تبقى لك طبعا عبد الرزاق بلحاج، ما تبقى من وقت ليس لديك يعني الكثير، 5 دقائق تقريبا، واصل حوارك. نعم، وجرت العادة أن كنا بقربك هاجر حتى نتناقش في مواضيع أدبية، لكن اليوم والأيام المقبلة هي استثنائية لأنه نقلنا مباشر دائما من صالون الدولي للكتاب. وأرحب بضيفي الكريمين كل من ميلود يبرير وكمال الرياحي من تونس. سيدي الكريم، في البداية كنت قدمت روايتك ولكن لم نتحدث عنها بربما تفصيل، إذا كان بالإمكان أن تحدثنا عن مولودك الذي قدمت به إلى الجزائر. طبعا هذا عاشقات النذل هي الرواية الثالثة الصادرة عن دار الساقية اللندنية، وتدخل ضمن مشروع روائي بدأته مع رواية المشرط ثم رواية الغوريلا. تهتم هذه التجربة الروائية أساسا بالقاع، قاع المجتمع التونسي. طبعا رواية في مديح النذالة، ربما في إعادة كتابة الشر، يعني رواية تعيد إنتاج إنتاج رؤية المهمشين للواقع، أقرب ما يكون ربما كما قال صديقنا ميلود، لا يمكن أن تلخص عملا روائيا في ثواني، ولكن أعتقد أنه هي أقرب من أجواء الرواية معرفة بالواقعية القذرة في الأدب الأمريكي التي تهتم بالقاع وتطرح أسئلة ما بعد الربيع العربي ك زاوية من زوايا اهتماماتها. ولكن تونس كانت لها تجربة في ما يسمى بالربيع العربي، ليست كانت لها تجربة، هي صاحبة التجربة الوحيدة، الباقي نسخ مشوهة، وهذا ما أدى بهم إلى الفشل. وطبعا التجربة التونسية لها إخفاقاتها أيضا، والآن الروائي يقدم رؤية نقدية لهذا لما جرى. طبعا دون تفضل نعم فقط لضيق الوقت حتى يكون هناك توازن بين الكاتبين، سؤال فقط إذا أمكن وإذا سمحت عبد الرزاق بالحاج حول الأدب. لاحظنا أن ميلود ربرير كاتب الجزائر هو كاتب شاب مقارنة بالكتاب المغاربة، سؤال له فقط حول انعكاسات المشهد السياسي. لاحظنا أنه في الكتابات معظم الكتاب الجزائريين هناك انعكاس للوضع السياسي في البلاد، نذكر على سبيل المثال كتابات ياسمين الخضراء، كتابات وسيم الأعرج وكذلك بوجدرة. تحدث فقط عن الجانب السياسي، هل له إسقاطات على روايته؟ نعم، رواية ميلوديا برير هكذا. هاجر هاجر هل تسمعينني؟ أسمعك جيدا. طيب ربما السؤال موجه لميلوديا برير هكذا فعلا.
نعم. طيب ميلودي برير، هاجر بيوض هي طبعا المقدمة الرئيسية في البلاتو المركزي، تسأل هل وظفت ربما رواياتك حتى يكون فيه ربما نقل الواقع السياسي في الجزائر والحركة السياسية والحراك السياسي في الجزائر؟ أولا أسطورة فصل السياسي عن الاجتماعي وعن الثقافي هي أسطورة تعيش في العالم العربي فقط. السياسي لا يمكنه أن ينفصل عن حياة الفرد المعاصر، كل شيء سياسة، نحن نتعاطى السياسة في كل شيء. هذا شيء. الشيء الثاني، أكيد الرواية بشكل من الأشكال تعرض إخفاقات السياسات المتتالية للنظام السياسي الجزائري منذ سنة 1962 أو ما قبلها بقليل إلى يومنا هذا، لأنه مصباح الذي يبحث عن انتمائه للجغرافيا المحدودة التي يعيش فيها وللحظة المحدودة التي يعيش فيها هو نتاج لسياسات متواصلة أثبتت فشلها إن بدعوى الإيديولوجيا أو بدعوى الانفتاح. إذن ميلود يبري نتمنى لك نجاحات أخرى، ونتمنى كذلك أن نشاهد لك مولود جديد وتتوج به لما لا في جوائز عالمية بحول الله. شكرا لك ميلود على قبول الدعوة. شكرا جزيلا، ونعود نرحب بزميلي من تونس كمال الرياحي، ونتمنى كل السلامة وكل الحب للشعب التونسي الشقيق. وأنا نفس الشيء أشكرك سيد الكريم كمال الرياحي الكاتب والإعلامي من تونس على قبول الدعوة، ونتمنى أن نشاهد كتابات جديدة أيضا حتى نقرأ لك المزيد مما تكتب فعلا. شكرا وتحية لميلود وألف مبروك الجائزة، وطبعا فخورين بالتجربة الرواية المغاربية التي تتوج خارج فضائها الجغرافي، ويعنيني الاهتمام بها دائما وتقديم هذه التجارب الجديدة من الرواية الجزائرية. شكرا سيدي الكريم. كذلك على ذكر فقط الجوائز، أذكر المشاهد الكريم أنه كما جرت العادة دائما جائزة كونكور تختار دولة جديدة لها. هذه المرة شاءت الأقدار تختار فرنسا ليتوج واحد من أدبائها الفرنسيين بجائزة غونكور لهذه السنة، أين عادت للكاتب ماتياس إينار. طبعا نتابع ثم نعود. يقعد الأستاذ، يقعد. Le prix Renaudot 2015 a été attribué à Delphine de Vigan. Après cette vie. فقط نذكر أنه كذلك كان فيه متنافس جزائري على جائزة غونكور هو الهادي قدور. إذن مشاهدينا الكريم دعوني أرحب بضيفتي، نعم التونسي، التونسي نعم الهادي قدور وليس الجزائري، نعم فعلا شكرا على التصحيح سيدي الكريم. اسمحوا لي مشاهدينا الكريم كذلك أن أرحب بضيفتي الكريمة، هي صاحبة مجلة سلامة حسينة حاج صحراوي. عفوا سيدتي الكريمة، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا على هذه الدعوة. نعم شكرا لك. إذن فقط اخترت أن تكون ضيفتي صاحبة مجلة لأنه الطبعة العشرين ما ميزها الحضور القوي للمجلات على باقي الطبعات السابقة، أين لم تكن مشاركة ملحوظة لهذه المجلات. سيدتي الكريمة، مشاركتكم في الصالون وإبراز المجلة الجزائرية التي كانت في وقت ما منعدمة، كيف ترين هذه التجربة؟ أنا عندي دوكا 20 سنة من اللي نجي لهذا الصالون الدولي، دائما كنت كل عام نكون موجودة، وهذا الصالون شفته كيفاه تطور سنة بعد سنة، وفيه شفت كثير الآن كاين مجلات أخرى اللي راهم موجودين مختصين على مجلات جزائرية، هذا مجلات جزائرية، ولكن أنا موجودة
يظن باللي انا المجله سلامه هي المجله الوحيده اللي تشمل كل التخصصات. نعم تشمل كل التخصصات وهي موجوده وهي ايضا دوليه، هي موجوده في الجزائر وموجوده في الخارج وخاصه بفرنسا، ولكن هذا العام راهي موجوده بجنيفا. جميل. طيب إعطاء فرصة للمجلات الجزائرية أن تبرز في الساحة الثقافية حتى نتري الثقافية حتى لا تبقى حكر فقط على الكتاب، ماذا يضيف المجلة حضورها بشكل قوي في المهرجانات والصالونات المخصصة للكتاب؟ لأن عندي كوموندي اون روبريك، فيها اون روبريك ليتيرير و اون روبريك كوان ليفر، وكل ما نحضروا احنا لهنا في الصالون بعد نشوفوا الكتب اللي كان عندها صدى، ومن بعد الرقم اللي يكون يجي من بعد في الشهر من بعد نتكلموا على الكتاب اللي كانوا موجودين اللي اخترناهم ونتكلموا عليهم في المجله، ونتكلموا على الكتاب اللي انباع اكثر في الصالون ولا كان عنده السكسي. يعني مجله ترصد مجريات الطبع على 20 صالون الدولي للكتاب عن كتب عن من خلال الكتب التي تشارك مجله فقط. نعم. عفوا عبد الرزاق. نعم. بالحاج وعفوا لضيفيك. نعم. طيب هاجه فقط اشكر ضيفتي، شكرا لك سيدي. ولكن انا كل عام موجوده في الصالون الدولي بالجزائر بالدولي بفرنسا. نعم. وفي مغرب دو ليفر. شكرا كريم على قبول الدعوه، شكرا كذلك للكاتب والاعلامي كمال الرياحي على حضوره. مشاهدينا الكريم دائما متواصلون معكم حتى ننقل لكم دائما جديد صناع المشهد الثقافي ضمن الطبعه العشرين لصالون الدولي للكتاب. انتظرونا غدا ونقل مباشر متواصل وضيوف جدد وكتابات جديده مشاركه لاول مره في الطبعه العشرين لصالون الدولي للكتاب. كونوا اوفياء وعوده الى هاجر بلاطو المركز. سيكونون أوفياء بالطبع. عبد الرزاق بالحاج شكرا جزيلا على كل ما قدمت. إذن